متوقع نشوف اسامي كتير جديده في منتخب مصر في حراسه المرمى؟ ان دي مشكله، ازمه كبيره دلوقتي حراسه المرمى في مصر. لا ان شاء الله يا كابتن حاج مش هيبقى في ازمه ان شاء الله. ويعني انا النهارده الثلاث حراس المرمى اللي هنا، يعني لو تيجي تتفرج حضرتك في التمرين زي ما بقول بيحطوا اي ريد. يعني اتمنى اكون مشكله جميله ان يكون الثلاثه جاهزين، وان شاء الله يعني انا الهدف باذن الله يعني ان احنا نوصل كاس العالم. ده اول حاجه ليا، وحاجه شخصيه ان شاء الله ان شاء الله زي ما اتعامل مع حضرتك مع منتخب امريكا، وكان ليا الشرف ان من ست جوان بيلعبوا دلوقتي في المنتخب الامريكي كلهم بيلعبوا في اوروبا. اكبر واحد تيم هارد 31 سنه، واصغر واحد دومينيك 18 سنه بيلعب في سلتيك. فدي انا ان شاء الله عايز الحاجه دي ان شاء الله، والاولاد ديت ان شاء الله ويطلعوا يحترفوا بره. فعايز اللي حصل في امريكا ان شاء الله يبقى ليا الشرف واعمله لبلدي طبعا. كابتن زكي، يعني في برضه اقاويل، يعني عصام ما بيلعبش بقاله فتره كبيره جدا، طب حضرتك استدعيته بالخبرات السابقه عنده ام استدعيته؟ يعني ايه سبب الاستدعاء؟ دايما اللعيب اللي بيلعب هو اللي بيستدعى. في اسباب كتير والله يا كابتن حازم. اولا الراجل دلوقتي الاسبوع ده اسبوع الاجنده الدوليه. يعني ممكن ما كناش، ما احنا مش متاكد لو يجي المعسكر الجاي ان النادي يقول لك لا، لان مش اجنده دوليه. فهو الفرصه دي، هو زيدان دودي المحمدي، هو الوقت ده الاسبوع ده اللي الراجل يقدر يشوفهم ويعرفهم كلاعيبه كشخصيه، يقعدوا معاه يتكلموا معاه. فهو كان عايز عشان الرضوان الحضري قريب بعيد مشكلته هتخلص وهيلعب تاني وهينضم بعد كده ان شاء الله. فالراجل عايز يعرف. انا قصدي يا كابتن زكي ان هو ما بيلعبش، رجليه مش في الملعب دلوقتي، يلعب ماتش قوي زي البرازيل، مش قلقان حضرتك من الموضوع ده؟ حاسس ان الحضري يقدر يكمل في التمرين؟ لا طبعا بخبراته الكبيره، وبعدين هو الولد جاهز جدا جدا. وانا يعني كنت بقول لحضرتك متابعه، كان بيتمرن مع الشرطه، لعب ماتشين قديم مع الشرطه، كنا كنت بروح اتفرج عليه في التمرين في الشرطه. يعني الناحيه دي مش قلقاني. غير كده عاوز يتمرن مع مثلا واحد زي احمد الشناوي، ولد صغير وكده، يشوف المثل قدامه. هو 38 سنه، ازاي بيتمرن؟ ازاي بيعمل؟ ازاي يديله خبرته ويقرب من بعضه؟ مش هلاقي احسن نموذج للشناوي زي الحضري. ففي اسباب عديده طبعا يعني تخليني ان انا اتمسك ويكون موجود. كابتن زكي معلش هطول، اخر سؤال انا اسف. يعني الموضوع يعني عبد الواحد السيد يمكن خد اكبر من حجمه شويه، شايف العلاقه بينك وبين عبد الواحد السيد عامله ازاي؟ يمكن سمعت تصريحات من عبد الواحد هجوميه. اقسم بالله ما اعرفش الناس بيقولوا لي، انا ما اعرفش الناس بيقولوا لي ده. انا يعني انا مش زعلان من عبد الواحد، ان هو من حقه يزعل، شيء طبعا طبيعي من حقه يزعل انه ما انضمش لمنتخب مصر. هو لو ما زعلش ازعل منه، انا مش زعلان منه، ده شيء حقه طبيعي طبعا. ده هو ما زعلش زي خلينا ازعل منه، ان هو ما زعلش طبعا، لا شيء طبيعي طبعا. وانا بكلمه كله. طب هو عنده حق يزعل، ولا هو مستواه دلوقتي لا يؤهله انه يكون في منتخب مصر؟ لا انا شايفه اللي هو كان الماتشات الست ماتشات، في ماتشات كويسه ماتشات وحشه، يعني في حاجات يعني مش ماتشات وحشه، في يعني ايه مستواه ما كانش 100%. انا متوقع منه ان عبد الواحد يبقى ان شاء الله عنده امكانيات احسن من كده كمان. فانا دي باذن الله زي ما بتقول التشالنج له او التحدي له، ان هو ان شاء الله يدي اللي عنده كمان وكمان. والباب مفتوح اللي مش لعب واحد بس، يا ريت الباب مفتوح لجوان حراس مصر كلها يا ريت ان شاء الله. فانما انا مش زعلان منه ولا اي حاجه، مع حتى الكلام ما اعرفش الكلام قاله ولا كلام، انا ما ببصش الحاجات دي، ما يهمنيش الحاجات دي. انا مش انا يعني تعرف عمليين، يعني واحد تعلم بره تبقى عملي. فطبعا انا يعني انا مبسوط انه زعل، انا مبسوط انه زعل، انما علاقتي دي طبعا انا اخوك كبير وما فيش اي مشاكل خالص، يعني مفيش اي مشاكل. انا بكل احترام يعني بحييك على كلامك الاحترافي، ان بشكرك شكرا جزيلا. يمكن تعامل حضرتك فعلا مع الامريكان خلى حضرتك احترافي اكتر. في ناس عندنا ممكن تزعل وتشيل في نفسها وتقعد دايما تفتكر اللعيب قال ايه، فلا مش هاخده، ولما مثلا هبقى محتاجه قوي تحت ضغط ياخده. ولكن العلاقات الشخصيه بتفرق قوي في الاختيارات. لك كابتن زكي عبد الفتاح قدامنا بيقول اهو انا مش زعلان خالص، وراجل ليه حق انه يزعل، ولو هو ما كانش زعل كان كابتن زكي زعل. يعني الموضوع ان شاء الله يبقى كل اللعيبه متواجده، الاحسن يبقى متواجد، الاحسن يلعب. احنا بنقول الاحسن ان احنا بنشوف اللعبه دي من زمان، فبالتالي كانت بتبقى مفاجات ان هم يطلعوا بره. يعني ده هي النظريه. يمكن طبعا اكيد ابو تريكه نجم كبير والناس برده بتتكلم عليه كتير، وامبارح مهيب قال عندنا هنا ان الناس كلها يمكن مش عايز اقول بتهاجم برادلي، ولكن بتسال على ابو تريكه بشكل كبير جدا جدا، لان الناس متعوده دايما على، احنا كلنا متعودين ان في عناصر اساسيه في المنتخب متواجده، ابرزهم طبعا ابو تريكه. وان شاء الله باذن الله يرجع تاني هو وعبد الواحد السيد. معانا مهيب ولا خلاص؟ انا معاك كابتن حازم. وبالفعل يمكن احنا كنا معطلين، كان الباص مستني كابتن زكي عبد الفتاح علشان دلوقتي يمكن بيغادر منتخبنا الوطني استاد